مبدئيا كده مش من الطبيعي ان انا اتكلم في فيديوهين ورا بعض كده عن المخرج زاك سنايدر او حتى السنايدر فيرس، ولكن بما ان دي سي يعتبر كده اخبارها متوقفه في الوقت الحالي او حتى الاخبار اللي بيتم نشرها يمكن سبق ووضحتها لك انها تحصل دلوقتي، يبقى كده خلينا نتكلم على اهم الاخبار او اهم حاجه ترند وجيت تركز في الوقت الحالي هتلاقيها خاصه بالفعل بالمخرج زاك سنايدر، لان مؤخرا كده بيحصل بالفعل كلام عن المخرج زاك سنايدر او العالم بتاعه، وعلى الجانب الثاني بيحصل حملات، وعلى الجانب الثالث المخرج زاك سنايدر بينزل صوره جديده لشخصية باتمان بين أفليك. أعتقد دي حاجة يعني مش طبيعية، يعني إن في أقل من شهرين المخرج زاك سنايدر ينزل صورتين لشخصية باتمان. خلينا كده في فيديو النهاردة نعرف كل حاجة بالتفاصيل وإيه اللي تم بالظبط وزاك سنايدر يقصد إيه بالصورة الأخيرة اللي نزلها، وعلى الجانب التاني نعرف كده مارك ويد قال إيه على المخرج زاك سنايدر أو العالم بتاعه القديم. بس بما إن يعني كلامنا كله هو على دي سي في الأول وفي الآخر، فخليني أقول لك كده على السريع إيه اللي بيتم في الوقت الحالي. ومعظم الحاجات دي يعتبر كده نزلتها على السوشيال ميديا وقلت لك تابعني هناك أول بأول علشان خاطر تتابع برضو آخر الأخبار، وهتلاقي اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن تحت. خلينا نوضح لك كده اول حاجه في السريع اللي بيتعرض معانا كده اول نظره رسميه على الممثل مارك سترونج اللي هيعمل معانا شخصيه كارمين فالكون في مسلسل ذا بينجوين، وده العالم بتاع ايبو كرام ساجا للمخرج مات ريفز. يمكن سبب اتكلمت حوالين النقطه دي قبل كده وقلت لك ان الممثل ده بالفعل هيعمل معانا شخصيه كارمين فالكون ومش هيعمل معانا شخصيه مستر فريز زي ما البعض كان مفكر او بعض كان بيقول. تاني هرجع وافكرك ان العالم بتاع مات ريفز هيكون عالم واقعي اكتر من انه يكون خيالي، فمن الصعب يعني ان ممكن يتقدم معانا شخصيه مستر فريز بالطريقه اللي انت متخيلها. كمان على الجانب التاني كده خلاص بشكل رسمي كده هو هيعمل معانا شخصيه كارمن. هتقول ازاي؟ ما هو مات معانا في الجزء الاول من ذا باتمان، فاقول لك كده ان بشكل كبير جدا هيتقدم معانا كفلاش باك. وبسبب الواقعيه دي كمان يمكن تم تغيير اسم بينجوين من اوزولد لاوسكوب في عالم ذا باتمان لجعل الشخصيه اكثر واقعيه. دي سي كمان بتفكر في تغيير اسمه في مرحله ما لكنها ما عملتش حاجه زي كده. بس المخرج مات ريفز هنا قبل ما يعمل حاجه زي كده سال ان هو ينفع يغير اسم الشخصيه، وبالفعل قدر في النهايه ان هو يغير اسمه. طيب بعد كده بنروح لرئيس استوديوهات دي سي جيمس جان علشان خاطر نشوف هو بيحضر العرض الاول من مسلسل ذا بينجوين، فالمفروض يعني اول حلقه تعرض معانا من المسلسل ده هيكون يوم الجمعه. بعد كده بنشوف رئيس استوديوهات دي سي جيمس جان بينزل صوره كده لشخصيه جون ستيوارت من الكوميك. طبعا حاجه زي دي اكيد مليون في الميه بتلمح على حاجه في مسلسل اللاندنز، ويمكن يقال هنا من الصوره دي ان خلاص هو تم اختيار الممثل اللي هيعمل معانا شخصيه جون ستيوارت بشكل رسمي، ولكن مش هيتم الاعلان عنه في الوقت الحالي. وعلى الجانب الثاني بنتاكد برده مليون في الميه ان شخصيه جون ستيوارت دي اللي هيعتمد عليها في العالم السينمائي الجديد اكتر من شخصيته هال جوردن او اي شخصيه ثانيه من جرين لانترن. فيمكن دول اهم الاحداث كده اللي حصلت خلال اليومين دول، عشان بعد كده نتجه لزاك سنايدر ونشوف ليه زاك سنايدر في اخر الاخبار. اول حاجه كده مارك ويد هو كاتب قصص كوميكس مشهور جدا، ليه كمان اسهامات كبيره جدا في عالم دي سي وعالم مارفل، من اشهر اعماله سلسله كينج دوم كوم لعالم دي سي كوميكس. فالقصه دي من اخر كده بتعتبر واحده من اعظم القصص في تاريخ سوبرمان. مارك هنا معروف بحب جدا لشخصيه سوبرمان، تقديمه ليها بشكل بيظهر الجانب الملهم والبطولي بتاعه. بالنسبه للتصريح اللي قاله بقى هو باختصار كده بيقول انه متحمس جدا لفيلم سوبرمان اللي هيكون من اخراج جيمس جان، شايف كمان ان جيمس جان بيعرف يقدر القصص دي بطريقه مش جديه بزياده، بيحط فيها روح مرحه وما بيخليهاش مظلمه وتقيله زي افلام المخرج زاك سنايدر. كمان اللي عرفناه كده ان هو هيستخدم كلب خارق كرمز للمرح ده، اللي هو طبعا الكلب كريبتو، كلب سوبرمان اللي عنده قوه خارقه زي الرؤى الحراريه. باختصار كده هو بيشوف ان الفيلم هيكون اخف وامتع من افلام المخرج زاك سنايدر اللي اتقدمت معانا في العالم السينمائي القديم دي سي اي يو. يمكن سبق ووضحت نقطه زي دي قلت لك ان كل مخرج ليه لمسه خاصه ليه بالافلام، يعني اكيد يعني جيمس جون مش هيقدم معانا نفس الافلام اللي اتقدمت كده مع المخرج زاك سنايدر. المخرج زاك سنايدر معروف بطبعه كده في الافلام انها تكون سوداويه ومظلمه، عكس طبعا افلام جيمس جون اللي اتقدمت معانا كده في ثلاثيه الجارديانز في الام سي يو وشفناها كلنا كده عامله ازاي. فبنقدر نفهم كده من كلام مارك ان فيلم سوبرمان القادم مش هيكون زي فيلم سوبرمان اللي كان من بطوله هنري كافيل واخراج المخرج زاك سنايدر في العالم السينما القديم. فبعد التصريح ده بيزيد الحملات شويه كده باعاده السنايدر فيرس مره ثانيه، لان احنا كده كده احنا شبعنا من الافلام اللي فيها مرح كده زي الافلام بتاعت مارفل، فبالتالي احنا كجمهور دي سي محتاجين حاجه تكون فيها سوداويه او مظلمه او حاجه مختلفه تماما عن اعمال الام سي يو، عشان كده بتحصل الحملات ويطالبوا مره ثانيه باعاده السنايدر فيرس. وقبل ما اكمل كلامي وقبل ما تيجي تهاجمني مثلا وتقول لي بطل كلام على السنايدر فيرس وخلاص الموضوع ده مات والكلام ده كله، عاوز بس ارجع افكرك مره ثانيه ان انا بتكلم على اخبار عالم دي سي، وكده كده برضه السنايدر فيرس تابع العالم دي سي، والمخرج زاك سنايدر شئت ام ابيت هو كده كده برضه اللي ابتدى العالم السينمائي بتاع دي سي، فبالتالي يعني مش هشوف خبر زي ده قدامه وما اتكلمش عنه، فلازم طبعا اتكلم عنه واديله حقه زي ما بتكلم بالظبط عن العالم السينمائي الجديد التابع لجيمس جون. فالحملات اللي حصلت دي بصراحه كانت متوقعه، لان اي حد بيتكلم عن المخرج زاك سنايدر على طول بتلاقي حملات كبيره جدا على اعاده السنايدر فيرس مره ثانيه، فمش جديده يعني.
لان برضه لو خدت بالك هتلاقي من يومين الممثل ستيفن امل، الممثل اللي كان بيعمل معانا شخصيه جرين ارو في عالم الارو فيرس، يمكن برضه طلع كده واتكلم حوالين السنايدر فيرس، قال كده ان الناس مش بيفكروا اصلا في السنايدر فيرس بل بيفكروا كده في المسلسل بتاعه. من الاخر كده هو ستيفن امل مش بيغلط في السنايدر فيرس، هو من الاخر كده بيرمي على اللي حصل في مسلسل بيس ميكر. ستيفن امل للاسف كان بيشعر كده بالانزعاج من المسحه اللي عملها بيس ميكر في المسلسل بتاعه اللي كان يعني من اخراج جيمس جون في المقابله بتاعته الجديده، واللي من الاخر كده بيسميه بالطفل الباكي، ودي حاجه كده اغضبت الممثل ستيفن امل بشكل كبير جدا من جيمس جون وكمان المسلسل بتاع بيس ميكر. خدت بالك برضو اتكلمت حوالين اللي قاله الممثل ستيفن امل حوالين جيمس جون، طلع هاجمه بالفعل وقال ان انت مفروض رئيس استوديوهات دي سي، فبلاش ان انت كل شويه تتكلم في السوشيال ميديا واي سؤال تطلع ترد عليه، انت مفروض تركز في شغلك فقط لا اكتر ولا اقل. وجيت للحق يعني هو بصراحه عنده حق في الكلام ده، فحاجه زي دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي اسم زاك سنايدر برضو يكون في الاخبار. ولكن بعيد بقى عن ده كله، اللي بيزيد بقى الموضوع بشكل اكبر الصوره بالفعل اللي بينزلها المخرج زاك سنايدر على تطبيق فيرو. الصوره بتوضح معانا كده فيها ان هي واحده فعلا من الستوري بوردز بيستخدموها كده في الافلام للتخطيط للمشاهد، كان كده ان باتمان ماسك كارت للجوكر، والجوكر دايما كده بيرمز للعدو اللدود لباتمان في عالم دي سي. طيب مبدئيا كده وقبل ما اكمل كلامي عاوز اقول لك حاجتين، اول حاجه كده لو انت عاوز بقى تاخد الصوره دي بحسن نيه كده وخلاص يا جماعه الموضوع بسيط جدا مجرد صوره عاديه، اقدر اقول لك تمام وممكن نوقف الفيديو لحد هنا خلص على كده، ولكن يعني بما ان المخرج زاك سنايدر عارف ان وقت ما بينزل اي صوره الدنيا بتتقلب، فما اعتقدش نهائيا ان الصوره زي دي بتكون صدفه. حتى المخرج زاك سنايدر منزلها كده اللي هو بيلعب مع الجمهور يا جماعه، خلاص دي صوره جديده كده انا حابب اشاركها معاكم. من الاخر كده الصوره دي وراها الغاز كتيره جدا او نظريات كتيره، وانت بقى عاوز تاخد مني نظريات حوالين الصوره دي فهديك اكتر من نظريه، يعني خلينا اديك النظريات دي بسبب الكلام اللي انا قلته لك في الفيديو اللي فات والفيديو اللي انا اتكلمت فيه عن عوده ديفيد اير مره ثانيه لورنر بروس. فلو انت ما اتفرجتش على الفيديوهات دي فخليني اقول لك كده ايه اللي حصل في السريع، بس برضو روح اتفرج عليهم عشان خاطر تفهم كل حاجه بالتفاصيل. اول حاجه كده المخرج ديفيد اير بينزل صوره لشعار دبليو بي شركه ويرر بروس، يعني من الاخر كده بيقال عن طريق حاجه زي دي ان ممكن بالفعل يتم الافراج عن النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد، او انه بالفعل رجع مره ثانيه يشتغل مع شركه ويرر بروس. على الجانب الثاني زي ما وضحت لك قبل كده ان زاك سنايدر نزل صوره قبل كده لشخصيه باتمان بين افليك، وتم الاعلان كده بشكل رسمي ان هيتم عرض نسخه السنايدر كات في السينما، ولكن لحد دلوقتي لسه ما تمش الاعلان عن تاريخ العرض. كمان عرفنا كده ان المخرج زاك سنايدر رجع مره ثانيه لشركه ورنر بروس علشان خاطر يشتغل كده على مسلسل مشتق من فيلم 300. اعتقد يعني ده كله مش طبيعي يعني ان يحصل في الوقت الحالي. وعلى الجانب الثاني نشوف كده تلميح جديد من المخرج زاك سنايدر، برضو المخرج ديفيد اير نزل صوره لشركه ورنر بروس. وحاجه زي دي بقى اللي توصلني كده ان انا اقول كام نظريه كده فعلا عن الصوره الاخيره اللي نزلها المخرج زاك سنايدر، وان فعلا ممكن تكون في حاجه بتحصل كده من شركه ورنر بروس عشان خاطر نشوف افلام بعيده عن عالم دي سي يو التابع لجيمس جون. اول حاجه كده ان ممكن يكون بالفعل في مشروع جديد لزاك سنايدر في عالم دي سي، ممكن زاك سنايدر بيلمح انه لسه في عنده افكار او خطط لفيلم جديد مرتبط بعالم دي سي، وخاصه كده شخصيه باتمان والجوكر. وخد بالك ان المخرج زاك سنايدر قبل كده قال ان هو لو رجع بالفعل يشتغل على افلام في دي سي هيشتغل على فيلم واحد فقط وهو ذا دارك نايت ريتيرن، عرف كده ان زاك سنايدر بيحب جدا شخصيه باتمان. طيب تاني حاجه معانا كده ان ممكن بالفعل يكون في امتداد لاحداث الجاستس ليج، شفنا كده زاك سنايدر في النسخه بتاعته في السنايدر كات قدم تلميحات لعالم مظلم مستقبليا تحديد كده في المشاهد اللي فيها النايت مير، واللي كان كمان باتمان والجوكر جزء من القصه دي، ممكن يكون بيلمح لمزيد من التفاصيل او حتى فيلم تاني في العالم ده. احنا عارفين كده ان احنا المفروض عندنا كمان جاستس ليج 2 و3، وارد كمان عن طريق الصوره دي تلميح كده على الفيلم الخاص بشخصيه باتمان بين افليك. ممكن جدا زاك سنايدر بيفكر في تقديم فيلم خاص لشخصيه باتمان عمق فيها كده في علاقته المعقده مع الجوكر، ودي حاجه كده كل عشاق باتمان بيحبوها. ممكن كمان يكون الكارت ده بيلمح لاستمرار او تطوير العالم ده في مشروع قادم، خصوصا كده ان الجوكر كان ليه دور غامض ومهم جدا في العالم السينمائي القديم او بالتحديد كده لسنايدر فيرس. وعن طريق الصوره دي او الكارت ده زاك سنايدر بيلمح لكده بالفعل. كمان نقدر نقول كده ان ممكن زاك سنايدر ممكن يكون بيدعم اعاده اصدار فيلم سوسايد سكواد النسخه الاصليه بتاعه ديفيد اير اللي كان المفروض يظهر فيها الجوكر بشكل اكبر. الكارت ده ممكن يكون رمز للتعاون مع ديفيد اير او لزياده دعم الفكره دي، ده ممكن فعلا يوصلنا كده للخبر اللي قلت لك في الفيديو الاخير. بالرغم من ده كله هتلاقي برضو نظريات تانية كتيره، لكن برضو خليني اقول لك كده ان الصوره اكيد فيها لغز كبير والناس هتفضل تحللها وتتوقع السيناريوهات المختلفه لغايه ما يظهر زاك سنايدر اي تفاصيل اكتر. لو جيت بقى في النهايه وقلت لي طب ايه المشكله يعني او
جديد. ما هو كده كده المخرج زاك سنايدر كل فتره بينزل صوره كده جديده من السنايدر فيرس، لكن مفيش اي حاجه بتتم بعد كده. خليني اقول لك، انا لحد دلوقتي ما قلتلكش او اكدت معاك ان زاك سنايدر رجع او حتى هيكمل الرؤيه بتاعته، اول حاجه يعني. وتاني حاجه بالنسبه للصور اللي بينزلها زاك سنايدر، على الاقل كده لو مفيش اي حد استجاب من اداره ورنر بروس، ان بنفهم كده ان المخرج زاك سنايدر برده مازال متمسك ان هو يكمل الرؤيه بتاعته، وكل يوم بيثبت معانا حاجه زي دي، على عكس الكلام اللي كان بيقوله رئيس استوديوهات دي سي جيمس جون في يوم من الايام ان زاك سنايدر مش مهتم اصلا ان هو يكمل السنايدر فيرس. ففي كده الاحوال برضو هرجع واقول لك ان احنا مش هنرفع برضو سقف طموحاتنا، لان قبل كده سبق واتكلمت حوالين النقطه دي وقلت لك ان احنا كان في فعلا حاجات هتتم بشكل رسمي، ولكن على اخر خطوه للاسف تم الغاء. عشان كده بقول لك من دلوقتي كده مش هنرفع سقف الطموحات غير لما يطلع بالفعل خبر رسمي كده من زاك سنايدر او حتى اداره ورا بروس، على ان في يوم من الايام كده ممكن بالفعل رؤيه زاك سنايدر تكمل. فسيب لي برضو رايك انت من وجهه نظرك، شايف ان ده تلميع جديد من زاك سنايدر ولا هي مجرد صوره عاديه كده بينزلها زي بقيه الصور اللي سبق نزلها المخرج زاك سنايدر؟ بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وبيس.